لو الحكايه فيها ان فيتو سعد عبد العظيم تقرب ايه لمصطفى اخويا كبير. طب ينفع تقول لنا معلومات عنه؟ اسمه ايه؟ شغال ايه؟ حياته؟ شاب عايز يعني انسان عايز يعيش زي اي انسان في الدنيا، طموحاته ان هو ياكل كويس، يلبس كويس، يعيش عياله كويس، يدخله مدارس كويسه. بس هو مش لاقي الكلام ده في الزمن ده اللي احنا فيه. احكي لنا عن كواليس الفيديو بتاعت امبارح. كواليس الفيديو دي لما مؤاخذه يعني اقول لك على حاجه، زي بركان وانفجر من بني ادم تعب، مفيش مش واصل لحد ان هو يكلمه يقول له على اللي جواه ويشكله في اللي همه، فاهمني؟ بيجي يروح لده، لا ده لا روح لده، من هنا لهنا لهنا، ولا بتوصل ولا صوتك حتى بيوصل ليه، اكنك لمؤاخذه بتدم في صحراء محدش سامعك ولا حد شايفك. هو ايه اللي اشتغل، ايه اللي خلاه يشتغل على مؤاخذه؟ اقول لك على حاجه، انا برضو ما اقدرش اسالك السؤال ده، اللي خلاك تشتغل مؤاخذه يعني محرر صح؟ بس ايه، كل واحد بيقول لك الغايه تبرر الوسيله، دي هي الشغلانه اللي قدامه، غير كده مش هتلاقي شغلانه لمؤاخذه تمشيه ولا تاكله ولا تشربه، اي شغلانه تانية هتلاقيها ب 1000 جنيه ب 1800 جنيه، ومش هتلاقي اي كلام تاني خالص. ده بقى معاه واد ومعاه بيت ومعاه ست ومعاه بيت وايجار ونور وميه واكل وشرب، ولو عيل تعب ولو على عيل حاجه. واللي بقى مصطفى يعمل ايه؟ في ناس قالت ان هو متفق مع استاذ عمرو الليسي ان هو يسجل الفيديو ده. هو عمرو الليسي محتاج حد يتفق معاه؟ انا راضي ذمتك، محتاج بيدي حد فلوس يعني؟ ده ماشي في الشارع عادي هيتفق مع بتاع توك توك؟ استاذ عمرو الليسي بس هو بيخش في وسط في قلب الشعب من جواه نفسه، بيحس بالناس. في ناس بقى مش حاسه بينا، اللي شايل لي 40 مليون واللي مش عارف عامل لي ايه، ده ما يحسش باللي زينا. اللي بيحس اللي زيك واللي زيها واللي دي، اللي يعني المؤاخذه محدودين قوي، مش محدودين الدخل كمان، لا ده تحت الدخل. رايك ايه في الناس اللي بتتهم اخوك ان هو من الاخوان، وفي ناس ثانيه بتقول ان هو حسب الله ونعم الوكيل؟ اخو مصطفى ولا اخوان ولا شيعه ولا الكلام ده، ده انسان عادي غلبان جدا، من بيته لشغله وشغله لبيته. لو سالت اي حد عن مصطفى، انا يمكن انا الوحيد اقول لك، انا اهو شوف بكلمك قدام الكاميرا، انا الوحيد الشيطان اللي فيهم. ده انا حاجه انا بعترفها لك اهي. هم كلهم غلابه، من بيتهم لشغلهم ومن شغلهم لبيتهم. ولا ليهم بقى لا مؤاخذه في اخوان ولا بينزلوا مظاهرات ولا الكلام ده. بس هو عايز يعيش. عايز يعيش. علق على الفيديو بتاع اخوك، ايه تعليقك الموضوع ده؟ علق عليه ليه؟ هو مصطفى يعني من ضمن 100 مليون ناس بتبعت لمؤاخذه كومنتات على الفيس، وبتبعت مش عارف ايه للسيسي وايه 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 وي. مصطفى اخويا يعني اللي الكلمتين دول هم مثلا اللي وجعوا، ولا مثلا هم اللي ظهروا قوي عشان قال الحقيقه؟ تعرف ان هو بيدور عليه؟ دي حاجه انا عارفها. تفتكر بيدور على ايه؟ اقول لك على حاجه، انت بتتكلم على فيس يعني العالم كله شايفه، ولا انا غلطان؟ بيدور عليه يقول لي. طب انت قول لي انت يعني، اديني اجابه، قول لي بيدور عليه ليه. طب تفتكر اخوك قول لي المستشار ولا رئيس الوزراء بيدور عليه ليه؟ طب لو هو لما يعني المؤاخذه الرئيس بتاعنا، الناس دي تعبانه ليه؟ شوفها تعبانه ليه، من تحت برضو، من تحت لتحت لتحت كده يعني، ايه بيسلموا لبعض لحد ما بوصلوا لمصطفى. تعبان ليه مصطفى؟ مصطفى قال لهم كذا 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 كذا، ما بيخافش. لو طلب ان هو يقابله هيقابله؟ هيقابله. تفتكر اول طلب يطلبه منه هيطلب منه ايه؟ ثلاث حاجات اللي بيطلبوها الشعب: عيش، حريه، عداله اجتماعيه. مش هتلاقيها. وانا بقولها لك، انا مش متعلم، بس انا واخواتي كده، هي الدنيا اللي علمتنا، لفينا يعني لفينا في الدنيا كلها، علمنا ان احنا بنتكلم بالطريقه دي. والحمد لله اهلنا ولا ربنا من الحرام، وكلنا الحمد لله كويسين وصالحين، ما تلاقيش فينا حد فينا خايب، ما تلاقيش خالص. وانا قلت لك مصطفى اخويا مواطن غلبان جدا،
والفيديو اللي انت تشوفه بص لطريقه لبسه وانت تعرف مصطفى غلبان ولا لا. لو شفت مصطفى هتستغرب ان انا لما اغزى بيلبس هدوم اساسا مش هقول لك ما ينفعش حتى يتمشي بقى ما يلبسهاش شحات ده من عشان عياله مش بخل ولا الكلام ده لا عشان بيبص لعياله لو عيله تعبت او عيل تعب هو ده مصطفى اخوه وبهدل وتهان واتضرب واشتغل واتاخد منه التوك توك بتاعه 100 مره الحكومه خدته منه وبيدفع بال7000 ويركنوه بالسنه ويروح ويجري ليه؟ عشان غلبان. فمعلش الغلبان ملوش مكان في الغابه اللي احنا فيها دي وربنا يصلح الحال.